السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد معايا على قناه لامونا لايف. اليوم غنقدم لكم تيراميسو تقليديه العاديه. وندوزو على بركه الله المقادير. عندي 25 حبه ديال البودوار ولا 24 باكيه، هذه صغيره، 3 ديال الحبات البيض، 5 المعالق كبار ديال السكر الثقيل، وحده فاني خنيشه تما القهوه انا مطيباها، 2 معالق كبار ديال الكاكاو للتزيين، والماسكاربون راكم عرفتوا الماسكاربون هو اللي الماسكاربون هو الجبن اللي كيصلح فيه التيراميسو، ضروري ما يكون. هنا كنفرقوا الصفر ديال البيض على الابيض وكنخدموا كل واحد بوحديتو. اولا كناخد الصفر ديال الابيض، الصفر ديال البيض كناخد معها السكر ونزيد عليه الفاني ونضربوا مزيان. انا هنا غنستخدم الخلاط الكهربائي، راكم عرفتوا اللي كيطلع حتى البيض البيض، ولكن حتى الا بغيتوا تخدموه بالضرب اليد غير غياخد لكم شويه الوقت وصافي. وكنزيد عليه الماسكاربون، هنا عندي 250 غرام كيف كتشوفوا. ونبقى نخلط حتى كتجانس المكونات. صافي غير كيولي عندنا اون موس صافي كتقاد. كنمشي نضرب عاود البيض البيض، راكم عرفتوا خصو يولي بحال الثلج، بشويه ديال الملحه معاه. صافي كنبقى نطربو مزيان. بعد من كنزيدو على الصفر ديال البيض والماسكاربون ونبقى نخلطو غير بشويه، راكم عرفتو باش ما يتكسرش داك الهواء اللي فيه. كنبقى نقلبو نقلبو غير بشويه. صافي اون فوا كنخلطو مزيان كندخلو للتلاجة شي ساعة، شي ساعة يشد راسو مزيان، عاد كنبداو نقادو الكويسات ديالنا. انا بعد ما كياخد وقته في الثلاجه وكيجمع راسو مزيان كنخرجوه كيف كتشوفوا، مبقاش كيف كان. وكنبداو نصايبوا الطبقات ديالنا. هنا بالنسبه للقهوه تحاولوا تكون كونسونطري، تكون يعني كثيره، يعني 5 معالق فشي كميه قليله ديال الماء. صافي كنبداو نديروا لي بودوار فيهم ونحطوا في الكيس الكويسات اللي غنزينوا بهم. انا هنا غندير شي 4 الكيسان وندير وحده كبيبره، وما الكميه تقدر تكفيكم 8 الكيسان حتى ل 9 ماشي اكثر. ولا بغيتو خصكم تضعفوا المقادير، خصكم جوج ديال الماسكاربون ديال البواطات وانتم ماشيين. هنا الكويسات قياسهم مزيان، ماشي صغار وماشي دوك الكبار. صافي كنزيد عليهم
الكريمه ديالنا، ونعاود ندير طبقه ثانيه ديال البسكوي. يعني جوج طبقات ديال البسكويت، جوج طبقات ديال لا كريم ديالنا. الا ما كفاتكمش القهوه عاودوا زيدوها، وخا ديروا حتى القهوه داك السريعة دغيا، ديروها في الماء دافي الماء سخون زعما وطلقوها. انا بغيتو ديرو شي بوش وتبقاو تصايبو بيه، علاش لا؟ انا ما لقيتوش، ما عرفتش راسي فين درتو، مي سهلت على راسي غير بالمعلقه دغيا صافي، وكنزوقو بداك الكاكاو من الفوق. راه لذيذه بزاف، ما كاينش اللي ما كتعجبوش، وهذه طريقتها البسيطه تقليدية اللي ما فيهاش، كاين اللي كيدير فيها الديسير كاين بزاف، مي هذه البسيطه كاع. نتمنى، وهذه الكبيبره اللي صايبت شويه باش مابقاش نصوب بالكويسات. نتمنى لا فيديو ديال هذا النهار يعجبكم، ومرحبا بكم في لاشين، وشكرا على التتبع ديالكم، وتهلاو في راسكم، وبسلامه عليكم.